إذا الرئيسة، شكرا السيد النائب المحترم على طرح هذا السؤال. هذا السؤال اللي يتعلق بسلوكيات مستعملي الطريق. بغيت في البداية نشير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026 تتعتمد في أحد دعاماتها الخمس على تحسين سلوك مستعملي الطريق، مع التركيز على تأهيل منظومة تعليم السياقة، إدماج موضوع السلامة الطرقية في البرامج المدرسية، تكثيف التواصل والتحسيس، وأيضا وبالطبع تقوية منظومة المراقبة الطرقية من خلال توفير المعدات والوسائل التقنية اللازمة للمراقبة لفائدة مختلف مصالح المراقبة. رغم تراجع عدد القتلى ديال حوادث السير بنسبة 7% سنة 2022 مقارنة مع 2015، الإحصائيات تشير إلى ارتفاع بنسبة 30% فيما يخص مستعملي الدراجات النارية، وهذا يستدعي التركيز مستقبلا على هذه الفئة فيما يخص تنفيذ هذا المحور الاستراتيجي من تكوين وتحسيس ومراقبة. في هذا الإطار قامت الوزارة بتفعيل آلية حكامة السلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي تحت إشراف السادة ولاة الجهات، وتعمل الوزارة أيضا على إنجاز دراسة تقييم وتحيين مخطط العمل الخاص بالاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. شكرا.